مساء الخير على حضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض سيرت ليكتشر اللي هي متعلقة بالإي ليرنينج. طبعا النهاردة هناخد موضوع جديد، هنتكلم عن البروسيس كوستنج سيستم. هنتكلم عن نظام المراحل الإنتاجية اللي هي البروسيس كوستنج أوف برودكشن سيستم، وهقول لسيادتك ان انت ازاي ان انت تتعامل معاه ازاي، وازاي ان انت تحسبه، how to calculate the cost of process of production system. طبعا حضرتك بالنسبة للبروسيس كوستنج في عندك you have two methods، عندك بطريقة الافريج ميثود، وعندك في another method اللي هي بطريقة الفايفو ميثود اللي هي first in first out ميثود. طبعا حضرتك الكيسز اللي احنا هناخدها النهارده مع بعض بالنسبه للبروسيس كوستنج with zero beginning and zero ending work in process inventory. طبعا هو بيقول لي سيادتك ان الانفنتوري ده متقسمه نوعين، the inventory may be classified into two categories. again the inventory may be classified into two categories. حضرتك عندك حاجة اسمها finished goods وعندك work in process. ال finished goods اللي هي عبارة عن ان بنسميه اللي هي that means ال physical units اللي هي الوحدات المكتملة، اما ال work in process اللي هي ال inventory under operating processing اللي هي بضاعة لسه تحت التشغيل اللي هي المكتملة، بتبقى مكتملة جزئيا وبنسميها تحت بند بالنسبة لل cost accounting اللي هي بنسميها تحت بند ال partially units. يبقى حضرتك دلوقتي يبقى كده الانفنتوري متقسمه نوعين، ذا انفنتوري مي بي كلاسيفايد انتو تو كاتيجوريز، عندك فينيشد جودز وعندك ورك ان بروسيس. الفينيشد جودز معناها ذا انفنتوري از ريدي فور سيل، بضاعه جاهزه ان هي تتباع، يبقى ذا انفنتوري از ريدي فور سيل اللي هي بنسميها ذات مينز الفينيشد جودز اللي بيتقال عليها الفيزيكال يونتس. اما الورك ان بروسيس اللي هي بتكون ذا انفنتوري اندر اوبريتنج بروسيسنج اللي هي بتكون لسه بضاعه تحت التشغيل اللي هي مكتمله، بتكون معناها ان هي مكتمله جزئيا، بيتقال عليها البارتشالي يونتس. فحضرتك عشان تحسب اليونتس بتاعت اللي هي من خلال الفينيشد جودز او الورك ان بروسيس، الفينيشد جودز اللي بنسميها الكومبليتد يونتس اللي هي بتكون البضاعه اللي بتكون جاهزه واكتملت، اللي بنسميها الوحدات المكتمله، واللي بتكون لسه work in process تحت التشغيل اللي هي partially units اللي هي المكتملة جزئيا. فحضرتك عشان تحسب ال units بتاعتها بتتحسب من خلال ال cost، فهو ال cost هنا في الحالة دي بالنسبة بطريقة ال process costing of production system حضرتك عندك نوعين، the cost may be classified into two items، عندك direct material وعندك conversion costs. ال direct material الخامات اللي انت محتاجينها، الخامات اللي حضرتك اللي احنا محتاجينها دي بنسميها الدايركت ماتيريال عشان في الاخر تتحول لبرودكت، وبعد كده بعد ما حضرتك الخامات اللي احنا محتاجينها اللي هي الدايركت ماتيريال بتحولها لكونفرجن كوست اللي هي تكاليف التحويل. الكونفرجن كوست دي اللي هي عباره عن حاجتين اللي هي الدايركت ليبر واللي هي الفاكتوري اوفر هيد. يبقى الكونفرجن كوست اللي هي عباره عن ذات مينز الدايركت ليبر اند الفاكتوري اوفر هيد. يبقى حضرتك عشان تحسب اليونس من خلال الكوست بتاعتنا، يبقى حضرتك من خلال الكوست يبقى هنا في الحالة دي the cost may be classified into two items، عندك direct material and conversion costs. ال direct material دي الخامات اللي حضرتك اللي احنا محتاجينها، وبعد كده بتحولها بعد كده فيما بعد ل conversion costs اللي هي التكاليف التحويل. ال conversion costs اللي هي عبارة عن ال direct labor وال factory overhead. ال factory overhead اللي هي بنسميها التكاليف الصناعية الغير مباشرة. طبعا هنا الكيس اللي حضرتك ظهر قدام سيادتك على الشاشة دي الكيس اللي بتكون ظاهرة اللي هي حضرتك في حالة لما يكون مفيش zero beginning و zero ending اللي بتكون related بال work in process inventory. يعني في ال work in process inventory ما بيكونش عندك ولا beginning ولا ending خاصة بال work in process، ازاي ان حضرتك تحسب ال cost بتاعتها، ازاي ان تحسب ان انت how to calculate process the cost sorry how to calculate the cost of process of production system، ان انت ازاي تحسب تكاليف المراحل الانتاجيه، او ازاي ان انت تحسب نظام تكاليف المراحل الانتاجيه بتتحسب ازاي. نقرا كده مع بعض، بيقول لسيادتك ان this case presents the most basic concepts of process costing and illustrates the feature of average of cost. حضرتك الطريقه اللي هنشتغل عليها اللي هي بطريقه الويتد اللي هي بطريقه الافريج اي ميثود.
فهو بيقول سيادتك دي الفيزيكال يونتس فور فبراير، ده يعتبر عدد الوحدات المكتملة اللي هي عدد الوحدات الملموسة خلاص، اللي هي الفيزيكال يونتس، اللي هي عبارة عن ان هو بيقول لسيادتك ان انت كان عندك beginning work in process inventory مفيش في اول السنه، كان عندك البيجيننج اللي هي بيبقى عباره عن معنى كلمه بيجيننج اللي هي عباره عن اول يوم في السنه اللي هي ذا فيرست داي اوف ذا يير، البيجيننج اللي هي بنسميها ذا فيرست داي اوف ذا يير اول يوم في السنه اللي هي الورك ان بروسيس انفنتوري، طبعا حضرتك مديلك ان هي زيرو. هو بيقول لك بعد كده الخطوه اللي بعديها بيقول لك الستارت ديورينج فبراير هيبتدي بكام يونتس 400 يونتس، خلص منهم completed and transferred out 175 units، وعدد اليونتس اللي اتبقى معاك في الـ ending work in process inventory في 28 فبراير كان اتبقى معاك من كام 225 units. قال لك the 225 units partially assembled on average 60% complete as to conversion cost. قال لك ان هو ال 225 units في جزء منه اكتمل اتجمعت واكتمل منه جزء من ال 225 بنسبة كام في المية؟ قال لك on average 60% complete as to بعد كده اتحولت بعد كده as to conversion costs. فهو بيقول لسيادتك بقى الكلام ده هن ازاي ان انت تحسب التوتال كوست بتاعته. فهو بيقول لسيادتك ان التوتال كوست فور فبراير وير حضرتك عندك التوتال كوست هنا بالنسبه لباي البروسيس كوستنج سيستم may be classified into two items. حضرتك عندك الدايركت ماتيريالز كوست ادد ديورينج فبراير كان ظاهر كام عند حضرتك موجود 64000 دولار، والكونفرجن كوست ادد ديورينج فبراير كان عامل 37200 دولار. يبقى التوتال اسامبلي ديبارتمنت كوست ادد ديورينج فبراير كان عامل 101200 ايجيبشن سوري باي دولار. هنا في بيقول لسيادتك هنا بالنسبه للريكوايرد طالب ان انت من خلال this case ان انت ازاي تحسب how to calculate the production report of first process and the costing report in February. هو ان انت ازاي تحسب طبعا هنا معلش السنة المفروض تتغير تبقى ايه 2016. ازاي بيقول لك how to calculate the production report of first process and the costing report in February 2016. ازاي ان انت طالب من سيادتك تعمل ريبورت، تعمل تو ريبورت، خاص مره هتعمل خاص بالبرودكشن اوف يونتس ومره هتعمل ريبورت خاص بالايه بالكوستنج. نشوف مع بعض كده في السوليوشن بعد اذن حضراتكم. مكتوب هنا في نمبر 1 اول حاجه حضرتك هتعمل الكالكوليشن من خلال الريبورت الاولاني هتجيب ذا برودكشن ريبورت اوف ذا بروسيس ان فبراير 2016. حضرتك اول مرحله من عشان ان انت تعمل اول مرحله من خلال مراحل التكاليف الانتاجيه تكاليف الانتاج تعمل ريبورت عن اليونتس اللي موجود ايه بدات تشتغل فيه. فحضرتك بتعمل سكادجول عباره عن ايتمز يونتس وبعد كده الاكتوال برودكشن باي كومبليشن بيرسنت التكاليف الفعليه اللي خلصت بنسبه كام. فحضرتك ادي اهو دول الايتيمز اللي هو طبعا حضرتك اهو هعملها بالبولد عشان تبقى حضرتك عارف. يبقى اول حاجه البرودكشن ريبورت اوف ذا بروسيس ان فبراير 2016. اول حاجه هنبتدي بالايتيمز. بيقول لي سيادتك ان الايتيمز عندك بيقول لك ذا ديليفرد يونتس، اللي ديليفرد يونتس اللي ستارتد يونتس هو بادئ بكام اليونتس اصلا في المساله عندك. اولا مفيش بيجينينج انفنتوري، فهو بيقول لك اساسا مفيش بيجيننج عندك انفنتوري في اليونتس اللي موجود، فهو بيقول لك هتبتدي بكام يونتس بالنسبه للمرحله بتاعتك المرحله الانتاجيه اللي هتشتغل عليها عندك 400 يونتس. فبالتالي يبقى ال 400 يونتس ده اللي انت حضرتك اللي هتشتغل عليه. فهو كده معناه ان هو بيقول لك ان انت هتستلم 400 يونتس ومطلوب منك ان انت تحسب عدد الوحدات وتكلفة كل منها، وعلى هذا الاساس بيجب عمل تقرير لكل من الوحدات والتكاليف. بيقول لك هنا في الحالة دي انت بتستلم 400 وحدة خلاص، بتستلم من قد ايه؟ بتستلم حوالي 400 يونتس. وقال لك ان هو كده في الحالة دي لا يوجد ايا من مش موجود منها ولا تكلفة للمواد الخام ولا تكلفة لتحويل هذه المواد الخام،
ليه بقى؟ ان حضرتك دلوقتي انت هتشتغل خلاص بال 400 يونتس، فانت لسه ما عندكش تكاليف دلوقتي هتستخدم من خلال التكاليف ان انت صرفت قد ايه من ال 400 يونتس. فبالتالي طبعا هنقولها ان انجلش، بيقول لك here we have 400 started units, so those units when delivered there were not any direct material costs or conversion costs. As they were just delivered, so our direct material and conversion cost at this time was zero. يعني هو كده بيقول لسيادتك ان هو هيبتدي دلوقتي اللي started ان هو بدأ بال 400 units خلاص، فبالتالي مش هيبقى فيه عنده ولا direct material ولا conversion cost. ال conversion cost اللي هي عبارة عن ال direct labor والايه وال indirect overhead اللي هي عبارة عن ال factory overhead. فحضرتك انت بتعمل سكادجول كده عباره عن ايتمز اليونتس والاكتوال برودكشن باي كومبليشن بيرزنت، التكاليف الفعليه اللي ايه اللي خلصت بقد ايه. فبالتالي حضرتك عشان تحسب هاو تو كالكوليت ذا اكتوال برودكشن باي كومبليشن بيرسنت عباره عن دايركت ماتيريال والكونفرجن كوست. الكونفرجن كوست اللي هي عباره عن الدايركت ليبر والايه والفاكتوري اوفر هيد. هو بيقول لك في الاساس هو بدا بكام اللي ستارتد، هو اللي ستارتد بدأ بكام؟ 400 يونتس، فبالتالي مش هيبقى عندك فيه تكاليف خاصة بالدايركت ماتيريال ولا هيكون عندك تكاليف خاصة كوست خاصة بالكونفرجن كوست، ان انت لسه هتبتدي ستارتد، فبالتالي هتبتدي لسه بال 400 يونتس، لسه هتشوف بقى هيخلص منهم قد ايه واتبقى معاك كام. فهو بتاني خطوة بقى الخطوة اللي بعديها عايز احسب بقى الفينيشد جودز بقى ايه يونتس اللي هي ذا كومبليت يونتس اللي ايه الحاجات اللي خلصت، خلص كام منها الكومبليت يونتس، قال لك او الكومبليت اند ترانسفيرد اوت من ال 400 يونتس اتبقى ايه خلص منهم كام 175. فبالتالي لما جه خلص منهم ال 175 يبقى كده معناها ايه بقى كده حضرتك ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان هو بيقول لك لما تم عمليه الانتاج كده اصبح وحدات واصبح هناك وحدات مكتمله، مما يعني انها تم تكلفتها بالكامل من المواد الخام وتكاليف التحويل، فأصبحت كل وحدة من الوحدات بها 100% من تكلفة المواد الخام و100% من تكلفة ايه و100% من تكلفة التحويل. فكده معناه سيادتك ان هو بيقول لك during the production the completed units become 175 units which means that these units have their own completed costs of direct material and conversion costs. So direct material costs are completed by 100%. Also conversion cost completed by 100%. يعني هو بيقول لسيادتك ان حضرتك اللي خلص منه من ال 400 خلص كام يونتس 175، فبالتالي يبقى كده معناه يبقى النسبه المئويه بالنسبه للدايركت ماتيريال يبقى الدايركت ماتيريال خلاص انت استخدمت منه كام، استخدمت منه بنسبه كام في الميه 100%، ان مش حضرتك ان انت عندك ال 175 خلصت كلها، فبالتالي لما جت خلصت كلها يبقى خلصت من خلال الدايركت ماتيريال بنسبه 100% وبالنسبه للدايركت ليبر اند الفاكتور اوفر هيد اللي هي الكونفرجن كوست بنسبه كام 100%. فبالتالي يبقى المبلغ اللي حضرتك الكومبليتد اللي هي اليونتس ال 175 هتنقلها زي ما هي بالنسبه للدايركت ماتيريال وبالنسبه للكونفرجن كوست بنسبه 100%. ليه بنسبه 100%؟ ان عمليه الانتاج هنا يا شباب كده اصبحت وحدات مكتمله، ودي يعتبر كده ان بالنسبه للمواد الخام وتكاليف التحويل كده تعتبر ان ايه تعتبر اصبحت كل وحده من الوحدات اتخذت بنسبه 100% من تكلفه المواد الخام اللي هي الدايركت ماتيريال و100% من خلال تكلفه الايه التحويل اللي هي اللي عباره عن الكونفرجن كوست. طيب الخطوه اللي بعديها عايز اشوف بقى الايه الورك الاندنج ورك ان بروسيس، المبلغ بقى اللي ايه اللي هي لسه الوحدات اللي تعتبر ايه مكتمله جزئيا. قال لك ذا يونتس اوف ورك ان بروسيس اللي هي ذا اندنج ورك ان بروسيس باي 60%. هو قايل لك هو في المساله هنا قال لك المبلغ بقى عندك الانفنتوري الورك الاندنج ورك ان بروسيس اوف انفنتوري كان كام عندك 225 اهو 225
خلاص هيخلص كام منها، منها هيخلص الافريج بتاعتها كام في المية، هتكون خلصت 60%، البارتشلي بتاعتها 60% اللي هتكون رايحة لمين؟ للكونفرجن كوست. يبقى المبلغ اللي حضرتك هتطلعه دي، المبلغ اللي موجود عند سيادتك اللي هو اليونتس، عدد الوحدات اللي هي لسه مكتملتش، يعني اكتملت جزئيا، اللي هي الاندنج ورك ان بروسيس ال 225، خلص كام في المية منها؟ 60%، هي دي اللي هتروح للايه؟ للكونفرجن كوست. طب وبالنسبة للدايركت ماتيريال، الدايركت ماتيريال طبعا حضرتك هتتاخد بنسبة 100%، فبالتالي يبقى المبلغ اللي موجود هنا عند سيادتك ال 225 هتنقلها زي ما هي في الدايركت ماتيريال ال 225، وبالنسبة للكونفرجن كوست هيكون كام في المية؟ كام في المية منها هيروح للكونفرجن كوست من اليونتس؟ 60%، 60%، يبقى 225 multiply 60 over 100 equal كام؟ هيطلع 138، 135. يبقى كده معنى الكلام ده يا شباب ان هو بيقول لك ان هو on the other hand there are some units work in process units which means that they are not completed by 100%, they completed by only 60%. Also وطبعا ده نوت مهمة جدا، also the work in process units have 100% of direct material cost but only 60% of conversion cost and this become when we start to work on our delivered units. They take all cost of direct material but when we need to conversion them into finished goods units. We cannot do so become our conversion cost only 60%, but the direct material is already in our work in process units. So we have 400 units. يبقى كده في الحالة دي يبقى ال 400 units may be classified into two categories, completed and work in process units. ال completed اللي خلص منه كام؟ 175. ال 175 كم منها خلص بنسبة كم في المية من الدايركت ماتيريال؟ 100%، وكم في المية خلص منها من الكونفرجن كوست؟ 100%. اما بالنسبة للورك ان بروسس خلص منها كم في المية بالنسبة للدايركت ماتيريال؟ 100%، والكونفرجن كوست والكونفرجن كوست خلص منها كم في المية؟ 60%. فبالتالي يبقى كده معناه يبقى هقولها لك كده بالعربي، انا قلتها لك ان انجلش، يبقى كده معناها ان اثناء عملية الانتاج اصبحت هناك وحدات غير مكتملة ما زالت تحت التشغيل، وهي ال 225 وحدة، ودي الوحدات المكتملة اللي بتكون من حيث المواد الخام ولكن غير مكتملة من حيث تكلفة التحويل. لتصبح نسبة الاكتمال بالنسبة للمواد الخام بتكون 100% من الوحدات، ولكن تكلفة التحويل بتكون بنسبة كام؟ 60%. فطبعا حضرتك بتجمع التوتال يونتس هنا في الحالة دي، يبقى التوتال يونتس اللي عندك ال 175 بلس ال 225 يطلع ايكوال كام؟ 400. طيب وهنا نفس القصة بالنسبة للدايركت ماتيريال، هنجمع التوتال ال 175 بلس ال 225 يطلع معك 400، بالنسبة للكونفرجن كوست 175 بلس ال 135 طلع معك ال 310. يبقى كده حضرتك عملنا الريبورت الاولاني اللي هي خاصة بالبرودكشن يونتس، اللي هي خاصة بالبروسيس بتاعتك، وعملتها على شكل تقرير. ده من وجهة نظر الايه؟ from the point of view by units. حضرتك هتعملها بقى من وجهة نظر التكاليف بقى، هتاني خطوة بقى، تاني ريبورت هتكون هتعمل the costing report of the process in February 2016. حضرتك بتعمل schedule، بتقول items الكوست، عندك الكوست in this period الكوست، بتجمع الكوست بتاعتك اللي هي عبارة عن الدايركت ماتيريال والconvergent cost اللي هي الدايركت ليبر والindirect overhead. الكوست عندك متقسمة نوعين، الكوست والكوست بير يونت، والدايركت ماتيريال متقسمة نوعين طبعا، الكوست والكوست بير يونت، والكونفرجن كوست الكوست والكوست بير يونت. اول حاجة بتبتدي عندك في الايتمز في اول خانة في الفيرست كولم، بتكتب the cost items اللي هي the cost of this period، الفلوس اللي حضرتك التكاليف اللي انت صرفتها خلال الفترة دي في المرحلة بتاعتك. هو بيقول سيادتك هنا مديهالك، انا مديهالك given الدايركت ماتيريال انا مديهالك بكام؟ 64000 دولار، والكونفرجن كوست سي اي 37200. ادي اهو اهي اول حاجه بنكتب في الدايركت ماتيريال طبعا ايه؟ 64000،
والconversion cost اللي هي 37,200، تمام؟ وبنكتبها هنا في التوتال، ايه هينزلوا زي ما هم اهي، المبلغ هو اللي موجود عند سيادتك في الدايركت ماتيريال على الشاشه، بتنزل زي ما هي في التوتال، ونفس القصه بالنسبه للconversion cost زي الموجود عند حضرتك في الشاشه، بتجمع هنا التوتال زي ما هو. طيب بعد كده حضرتك لو جيت جمعت التوتال مع بعض، ال 64 بلس ال 37,200 هيطلع التوتال فور ذيس نمبر. يبقى الرقم اللي قدام سيادتك اللي على الشاشة اللي هي ال 101 اللي هي 101,200، ده اللي هي عبارة عن التوتال بتاع ان انت بتجمع بتعمل you need to make the sum direct material plus ال conversion cost. ال direct material كانت كام؟ 64,000 plus ال 37,200، التوتال بتاعهم طلع معاك الرقم ده، فبالتالي يبقى الرقم هينزل زي ما هو عندك في التوتال. كده انا حسبت الكوست. طب عايز احسب بقى الكوست بير يونت. الكوست بير يونت هتتحسب ازاي؟ هنبتدي بالدايركت ماتيريال. طلع معاك كام ال 160؟ ال 160 ده حسبتهم ازاي؟ هو بيقول لي سيادتك هنا، هو اساسا التكاليف عندك الكوست بالنسبه للدايركت ماتيريال كلفك كام؟ بالنسبه للمرحله دي 64,000، وعدد اليونتس كام عندك؟ 400، فبالتالي يبقى 64,000 divided by ال 400 units، يبقى كده معناه اليونت الواحده هيكلفك كام الكوست بير يونت؟ 160، يبقى التوتال 160. طب هنخش على الكونفرجن كوست. عندك الكوست توتال كوست بتاع الكونفرجن كام؟ 37,200 divided by اليونتس اللي ايه بقى؟ التوتال يونتس عندك بالنسبه للكونفرجن كوست، التوتال يونتس كام؟ 310 اهي. يبقى ايه؟ يبقى for this number يبقى 37,200 divided by اللي هي 310 هيطلع معاك كام؟ 120. يبقى ده التوتال اللي ظهر عند حضرتك على الشاشه اللي هي ال 120، فبالتالي يبقى ال 160 بلس ال 120 يبقى التوتال الكوست بتاع البريون بتاع التوتال كوست كام؟ 280. كده حضرتك خلصنا، كده حسبنا الكوست بتاعه البروسيس من خلال الايه، من خلال الفتره اللي حضرتك حسبت ايه اليونتس بتاعتك، وحضرتك حسبت الكوست من خلال الدايركت ماتيريال الدايركت ماتيريال والكونفرجن كوست. محتاج بقى الخطوه اللي بعديها، محتاج تعمل اناليسز ليها، ذا اناليسز اوف كوست. حضرتك محتاج تعمل اناليسز للكوست عند سيادتك. هو بيقول لك عشان تحسب الكوست، هو احنا هنشوف اليونتس اللي موجوده عند سيادتك. اليونتس عندك متقسمه نوعين، كومبليتد اللي خلص، والاندنج ورك ان بروسيس اللي اتبقى لسه عندك الوحدات اللي اكتمل منها جزئيا. فبالتالي هنبتدي بقى هنكتب هنا ايه، حضرتك طالب ان انت تحسب the cost of complete units و the cost of ending work in process units. فحضرتك دلوقتي هنا اول حاجة عايزين بقى نعمل analysis للكوست اللي ايه اللي حضرتك انت حسبتهم. فبيقول لك هنا the cost of complete units عبارة عن ايه؟ the cost of complete units اول حاجة هنشوف ال direct material عند سيادتك. هو هنا ال cost per unit كانت كام عندك بالنسبة لل direct material؟ 160. فبالتالي 160 ده بيقول لك دي تكلفة اليونت، تكلفة الوحدة في حالة بالنسبة للدايركت ماتيريال خاصة، سواء كانت completed أو ايه work in process 160، وبتنزل زي ما هي 160. الفكرة بقى كلها ان انت ازاي تحسب التوتال كوست بتاع الدايركت ماتيريال. هتحسبها ازاي بقى؟ هتاخد ال 160، ماشي، هناخد ال 160 multiply اهو ال 160، وهنضربها في multiply الايه بقى اللي خلص منها، عدد اليونتس اللي خلصت. عندك عدد اليونتس اللي خلصت كام بالنسبه للكومبليتد؟ 175. يبقى هتاخد ال 175 عدد اليونتس اللي خلصت multiply ال 160، طلع معاك كام؟ 28,000. طيب بالنسبه للاندنج ورك ان بروسيس كام عندك؟ الكوست هكلفك كام؟ الكوست بير يونت 160، هتضربها في مالتيبلاي تايمز ايه بقى؟ ها الورك ان بروسيس بالنسبه للدايركت ماتيريال، ها خلص كام؟ خلص منها في عدد اليونتس 225، او مالتيبلاي 225 طلع معاك كام الرقم؟ ايه 36,000. فهو بيقول لك سيادتك ان ال 64,000 دول ال 64,000 اتوزعوا ازاي؟ منهم completed، الكومبليتد اللي خلص كلفني كام؟ 28,000،
والورك ان بروسيس لسه تحت التشغيل هيكلفني كام؟ 36,000. ده بالنسبه للدايركت ماتيريال. طب بالنسبه للكونفرجن كوست، هو بيقول لي سيادتك الكوست بير يونت كانت كام؟ 120. او 120 هيسمى عندك ان هي تعتبر تكلفه اليونت، هيكلفني بالنسبه للكونفرجن كوست 120 بالنسبه للكومبليتد وبالنسبه للورك ان بروسيس. طيب هنشوف، هنبتدي بالنسبه للكومبليتد ال 120 هنضربها في عدد اليونتس بالنسبه للكونفرجن كوست. كام الكونفرجن كوست؟ 175. يبقى هتاخد اهو 120 مالتبلاي 175 تلاقي معاك كام؟ 21,000. طب وبالنسبه للورك ان بروسيس، او هتاخد ال 120 مالتبلاي كام بقى؟ ايه اللي خلص عندك عدد اليونتس بالنسبه للكونفرجن كوست؟ 135. يبقى التوتال كام؟ ها 16,200. يبقى كده معناه ان حضرتك لو جمعت سم ال 21,000 بلس 16,200 هيطلع معاك التوتال كام؟ 37,200. يبقى كده معناه ان هو بيقول لك ال 37,200 ال 37,200 اتقسموا ان حضرتك منهم ايه 21,000 ده تكاليف، ده التكلفه اللي خلصت the cost of complete units. وبالنسبه للرقم الثاني اللي هي الكوست الثانيه اللي هي 16,200 اللي هي the cost of work ايه of work in process. فبالتالي حضرتك لما تيجي تجمع، احنا كده عملنا الدايركت ماتيريال وعملنا الكونفرجن كوست. في الاخر لو جينا جمعنا ال 64,000 بلس ال 37,200 هيطلع معاك التوتال كوست ايه؟ الرقم اهو اللي ظهر عند حضرتك على الشاشه. نفس القصه بالنسبه للكومبليتد، تكاليف خلص كام منها؟ بالنسبه للدايركت ماتيريال 28 بلس 21 اللي هي الكونفرجن كوست هيطلع التوتال كام؟ 49. طيب بالنسبه للكوست اوف ورك ان بروسيس، الدايركت ماتيريال كلفني كام؟ 36. وبالنسبه للكونفرجن كوست باي الورك ان بروسيس 16,200، يطلع معاك التوتال كام؟ 52,200. يبقى حضرتك لو جمعت ال 49,000 بلس ال 52,200 هيطلع معاك فور ذيس نمبر. نفس القصه هنا ال 160 بلس ال 120 الكوست بير يونت هيطلع التوتال كام؟ 280. طبعا زي ما عملت في الكومبليت لو عملنا نفس القصه بالنسبه للكوست هيطلع برده معاك ذا سيم نمبر اهو 280. تمام كده، يبقى حضرتك عملت الاناليسيس بالنسبه للكوست من خلال الريبورت، ويبقى كده انا غطيت الكيس اللي هو طالب من سيادتك من خلال الريكوايرد ان انت حسبت كالكوليت اور كومبيوت ذا برودكشن ريبورت اوف فيرست بروسيس اند ذا كوستنج ريبورت بالنسبه لشهر ان فبراير 2016. طبعا دي بطريقه الافريج ميثودز اللي هي بطريقه الافريج اللي هي بطريقه المتوسط من خلال الدرس بتاعنا النهارده اللي هو كان بيتكلم عن الكوست اوف بروسيس اوف برودكشن سيستم، اللي هي بنتكلم عن البروسيس كوستنج اوف برودكشن سيستم اللي هي نظام تكاليف المراحل الانتاجيه. وشكرا.